شاء الله تعالى هبا علي محمد نور كاهن والد السيني قبيلها يبرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وحن سلام يا قولها شرفت له أي سوكو جيرا مدحضا وضياشا عقاشا سلادين سلطنة دماشا سوكو تمي وحن تقول سلام يا سلام يا إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد يسكن مي قابها ليسوي ما أدو قابها وقونا سن أما حفلتها اللي قبطه حفلتها أخرى كبدلا متكملة. وحن إن شاء الله ما أنتهى كان كوي جريلي نقول جا نكلا يده هذا حمسة إسماعيل طاهر يو هباق علي محمد أيه نهال كان كوي جريلي نا وين عقد جودي حرينا مهر كل جوه الشيء يعني مرقاتك كود نقولنا والله بقوله جرام الذهب أو نوع كابي اللي بعطيك نوع ده مرقاتي هذا ينقع وضع مرقاتي وحسي كارو على مدي عاقر رشيد محمد شامبير يسلبه ورسم الجوليد مرقاتي هذا سين إن شاء الله كبلا بتونا نكلا يراه هذا حمسة إسماعيل داهر أنا جو كوا كيلا إن أنت لا يراه هذا هباق علي محمد وابهد وكالد يقول شوريشي وحنكو قوريي هباق علي محمد مهلك أنكو قوريينا وحبلي هاي لابا بقل او قرام او دهبا نوع عدحاء كوبي لواتك الله يقان وانا قبلي قورك هباق علي محمد يمهلك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh safka qiimaha badan ee reer sultaan ee ilanta la siiyay. aad iyo aad baa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin. marka labaad waxaan u ducaynayaa labadan dhalinyarada ee iskuursaday ee halkay isugu meherinay waxaan ugu ducaynayaa ducada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyagana ducadaasaan ugu ducaynaynaa. waxaan leenahay wiil iyo caara noqda, kuwi isku waara noqda, kuwi reeraha xidhiidhiya ee waddankooda anfaca, ee dadkooda anfaca, ee ubad khayr qaba kala hela baynu ugu ducaynaynaa. madal waliba waxay leedahay dee maxay ahayto madal bay leedahay. ani waxay ila tahay mar haddii la xididay nintii la meheriyey kaftankuna intii odayaasha iskaga eg yahay annagu ducada iyo barakadu inaan raacino weeye. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.